النهارده سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا على الفيسبوك بعيد يمكن شويه عن القصه دي، ولكن ليه اكيد ذكريات مع كل شخص فينا. اكيد كل حد فينا كان بيلعب رياضه وهو صغير ونفسه يلعب رياضه ثانيه وهو كبير. انا هديكم مثال، انا وانا صغير كنتش مثلا بحب الرياضات اللي فيها عنف او فيها ادرينالين عالي، يعني كنت يعني لعبت مثلا كره قدم ولعبت سباحه ولعبت هاندبول او كره يد، كانت رياضات مسالمه. يمكن كان في جيلي ناس كتير جدا تحب الكونغ فو او تحب التايكوندو. دلوقتي انا لو سالتني تحب تلعب ايه اقول لك احب العب شويه رياضات، احب مثلا القفز بالمظلات، نفسي جدا اخوض التجربه دي، نفسي اتسلق الجبال، بشوف الموضوع ده ممتع جدا رغم ان في مخاطر شديده جدا. نفسي العب رياضه الغوص، نفسي اغطس كتير، نفسي العب كيك بوكسنج، انا والدي كان بطل مصر في الملاكمه في يوم من الايام، نفسي العب يعني استمر في نفس الوتيره. يمكن يعني بيقولوا الوراثه في الحاجات دي مهمه جدا. الاختلافات اللي ما بين زمان وما بين دلوقتي اكيد بتدل على حاجات كتير في الشخصيه. احنا النهارده بنلعب على القصه دي، انت زمان كنت بتلعب ايه ودلوقتي نفسك تلعب ايه؟ هل اللعبه اللي لعبتها زمان لسه عايز تلعبها دلوقتي، ولا الموضوع زي ما هو؟ يعني انت زمان عايز تلعب كوره ودلوقتي عايز تلعب كوره. اكيد بالتاكيد في ناس كتير جدا هتكون القصه دي مختلفه معاهم، واكيد في ناس هيقول لك انا بحب رياضه معينه وعايز امارسها زي ما هي. لكن الشيء المؤكد برضو ان النضج في التفكير واختلاف طريقه الحياه بيخلي الواحد يبص للدنيا بمنظور مختلف، بيشوف ان هو يمكن في عمره ما مش هيبقى فيه وقت كتير، فعايز يبقى فيه شويه مخاطره او ادرينالين، ممكن يبقى عايز يشوف ان عايز يقضي وقت ممتع فيشوف ان في رياضه معينه. اختلافاتي ربما تكون متفقه مع اختلافات حضراتكم وممكن ما تكونش متفقه، ولكن الاختلاف في الود لا يفسد ابدا في ود قضيه، وخصوصا في الرياضه. الرياضه زي ما تعودنا وتعلمنا في مدارسنا العقل السليم في الجسم السليم، وشفنا بتجارب كتير جدا ان الاكثر تفوقا في الدراسه كان الاشخاص الرياضيين، لان هم الاكثر استيعابا لكل المواد الدراسيه، لان ذهنهم حاضر ولان اجهزتهم كلها شغاله بنفس الكفاءه. فبالتاكيد الرياضه يمكن حتى هي اللي بيشجع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما في لقاءاته، وبيؤكد عليها حتى في لقاءاته بطلبة الكلية الحربية أو حتى لما كان في منتدى شباب العالم. على أي حال، سؤالنا النهاردة اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، إيه هي الرياضة اللي لعبتها وانت صغير ونفسك ترجع ليها دلوقتي أو نفسك تغيرها في هذا الوقت؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، منتظرين إجابات حضراتكم ومشاركتكم علشان نستعرضها طوال حلقة هذا اليوم. بنصبح عليكم مرة تانية، صباح الفل عليكم جميعا وصباح الخير يا مصر.